بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور هلال فؤاد حتة من قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة أسيوط. عنوان محاضرتنا إن شاء الله النهاردة Gut Microbiota in Health and Disease. إيه بقى الرسالة اللي عاوز حضرتك تطلع بيها من محاضرة النهاردة؟ أول حاجة إن حضرتك مش عايش لوحدك، فكما تعيش في أكوان يعيش فيك أكوان أمم أمثالكم، يعني أنت كون. إزاي الكلام ده؟ إحنا لو بصينا على الجهاز الهضمي بتاعنا هنلاقي فيه تقريبا 10^14 مايكرو أورجانيزم من أسر مختلفة، أرقام مهولة. الحاجة التانية اللي عاوز حضرتك تعرفها هي مقولة أبوقراط اللي هو أبو الطب، All diseases begin in the gut، اللي هي بالعربي المعدة بيت الداء. برضو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما ملأ ابن آدم وعاء شر قط من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ايه بقى معنى كلمة مايكروبيوتا؟ مايكروبيوتا هي the microorganisms that live in an established environment، يعني كل الكائنات اللي عايشة في بيئة مناسبة. يعني مثلا كلمة gut microbiota معناها المايكروorganisms اللي موجودة في الجهاز الهضمي بتاعك. ايه بقى كلمة microbiome؟ كلمة اوم جاء من جينوم، يعني مايكروبيوم دي عبارة عن كل المايكروورجانيزم بالإضافة إلى كل الجينز والجينومز الموجودة جواه، زي كلمة gut microbiome. يبقى كلمة gut microbiota معناها refer للمايكروورجانيزم فقط، أما كلمة gut microbiome معناها the full complement of microbes and their genes and the genomes in a particular environment. طيب الجات مايكروبيوتا دي هل هي مفيدة؟ هل هي وحشة؟ هل هي ايه وصفها بالظبط؟ الجات مايكروبيوتا ممكن تبقى بينفيشيال، ممكن تبقى اوبورشنستيك، ممكن تبقى هارمفول. يعني عندنا امثال للبينفيشيال بكتيريا زي اسرة اسمها لاكتوباسيلس وبايفيدو بكتيريم. ايه فوائدهم بقى؟ بيعملوا ايه؟ اول حاجة بيعملوا مينتنانس للهيلث عن طريق السبريشن للجروث اوف هارمفول بكتيريا، suppress the formation of harmful substances، بيساعدوا على الدايجيشن والامتصاص، بكمان بيرفعوا الاميونيتي. دي كلها beneficial effects لبعض انواع من البكتيريا اللي موجوده في الجهاز الهضمي عندنا. في مجموعات تانية بقول عليها opportunistic بكتيريا. كلمه opportunistic معناها انتهازيه، يعني هي غير ضاره طول ما هي موجوده في البيئه بتاعتها مستقره، لكن ممكن بعض تحت بعض الظروف تقلب لباثوجينيك بكتيريا اندال، يعني زي الايكولاي مثلا وزي البكتيرويدز. ايه الظروف دي؟ غالبا لو غيروا مكانهم مثلا، او لو الاميون ريسبونس بتاعت حضرتك قلت شويه، يعني بقيت اميون كومبرومايزد. في بكتيريا تاني بقى بتبقى هارمفول واضحه وصريحه ان هي باثوجينيك، زي الكلستريديوم بيرفرنجنز وستافيلوكوكس اوريس. دول ممكن يعملوا putrefaction للintestinal content، ممكن promote the formation of carcinogenic material، ممكن يطلعوا بعض التوكسنز. يبقى الجات مايكروبيوتا في منهم انواع beneficial وانواع opportunistic وانواع harmful. يلا بينا بقى نتعرف على الجات مايكروبيوتا. حضرتك لازم تعرف ان في مليارات من البكتيريا موجوده في الجات بتاعتك. الجات مايكروبيوتا دي ممكن وزنها يوصل لواحد لاتنين كيلو جرام. 95% من البكتيريا موجودة في الجي اي تي. السيرفس اريا بتاعة الجهاز الهضم بتاع حضرتك تقريبا 400 متر مربع، يعني تقريبا 2 ملعب تنس. البكتيريا اصغر من خلايا الانسان تقريبا ب10 ل50 مرة. In our body الميكروبز outnumber human cells by 10 لواحد، يعني الميكروبات اكتر او 10 اضعاف النمبر بتاع خلايا الانسان. البادي بكتيريا لو مسكناهم كده وربطناهم end to end هيعملوا
سيركل قد الكرة الأرضية مرتين ونص. الكميات البكتيريا اللي موجودة جوه جسمنا زي ما قلت قبل كده ممكن توصل 10 أس 14 مايكرو أورجانيزم. أشهر تو فايلا موجودة في الجت عندنا هم البكتيرويدس والفيرميكيوتس. في أنواع تانية طبعا زي الأكتينوبكتيريا البروتيوبكتيريا وأنواع تانية كتير، لكن دي أشهر الفيرمز اللي موجودة. إحنا إمتى بقى أكواير الجت مايكروبيوتا وإيه الفاكتورز اللي بتأثر على الجت مايكروبيوم كومبلكستي اند ستابيليتي؟ أول حاجة الهوست جينيتكس، دي حاجة أنت مالكش يد فيها يعني. الحاجة التانية الدليفري مود، يعني هل الإنسان اللي اتولد ولادة طبيعية هيبقى الجت مايكروبيوم عنده زي الإنسان اللي اتولد ولادة قيصرية ولا لأ؟ الحقيقة معلومة غريبة جدا، لو إن الفاجينال دليفري اللي الولادة الطبيعية بيكون فيها المولود عنده زيادة في اللاكتوباسيلس وانواع تانية من البكتيريا، دي كويسة جدا من الحاجات اللي هم مفيدين. اما السيزيريان سيكشن الولادة القيصرية بيلاقوا البيبي اللي مولود عنده زيادة في بعض البكتيريا الضارة زي الستافيلوكوكس والبروبينوبكتيريوم، عشان كده الولادة الطبيعية طبعا اكيد افضل من القيصرية. الفيدنج تايب نوع الرضاعة، هل انت بتضع رضاعة طبيعية بريست فيدنج ولا الطفل بيستخدم الفورميلا؟ لقوا ان الاطفال اللي بترضع رضاعه طبيعيه عندهم نسبه عاليه جدا من البكتيريا النافعه اللي هي البافيدوبكتيريوم، اللي بيستخدموا الفورميا عندهم نسبه اعلى من البكتيريا الضاره زي الانتيروبكتيريسي. ايه كمان بيأثر على الجت مايكروبيوم؟ العلاج، لو انت بتعالج بالانتيبيوتكس مضادات حيوية كتير، سوء استخدام الانتيبيوتكس بيقلل التنوع بتاع الجت مايكروبيوتا وده حاجه ضاره مش كويسه. لكن لو انت بتستخدم بروبيوتكس اللي هي البكتيريا الكويسه اللي زي الزبادي وبتاكل فايبرز الياف كتير، ده بيزود بكتيريا نافعه عندك اللي هم البيفيدوبكتيريوم واللاكتوباسيلس. بعد كده الانفايرمنتال اكسبوجر واذر فاكتورز، يعني مثلا الاسترس التوتر ده لقوه ان هو بيزود بعض البكتيريا الضاره، فدي كلها فاكتورز بتاثر على الجات مايكروبيوم. ايه بقى التو فيس رول اوف هيومن جات مايكروبيوتا؟ ان هيومن هيلث الجات مايكروبيوتا بتعمل سيمبايوزس او الهيموستيزس توازن. في الامراض بنقول ان البكتيريا دي في حاله ديسبايوزس او حاله امبالانس، احنا عايزين ان الجات مايكروبيوتا بتاعتك تكون في حاله سيمبايوزس، لانها لو بقت في حاله ديسبايوز هتبقى ضاره جدا ليك. ايه بقى الرول بتاع الجات مايكروبيوتا ان هيومن هيلث؟ يعني لما يكون في حاله سيمبايوزس الجات مايكروبيوتا بتعمل ايه؟ الجات مايكروبيوتا بتصنع فيتامينز زي البي 12 وفيتامين كي والفوليت، بتعمل تيتشنج للاميون سيستم ان هو يفرق ما بين الحاجات الفريندز والحاجات الفوز، يعني الاصدقاء من الاعداء. بروديوس امبورتانت مولكيولز ذات ترافل اراوند ذا بودي، defend against harmful microorganism، بتأثر على الكالوري اللي انت بتعملها harvesting، بتساعدك انك انت بروديوس السيروتونين ده important for optimal gut function. microbiota hypothesis and the human disease. طيب احنا زي ما اتفقنا لو البكتيريا بتاعت حضرتك في حالة symbiosis يعني البنفيشيال commensal بكتيريا اعلى من الharmful بكتيريا هيحصل بالانسد جات مايكروبيوتا، ده هيؤدي الى تقليل الجات بيرميابيليتي، هيقلل التوكسيميا والسبسس، هيقلل الالتهابات، هيزود الانسولين سنسيتيفيتي، هيزود الجات ميتابوليك والكارديو فاسكولار هيرث، وده كله كويس جدا. طيب لو في حاله ان البكتيريا الضاره هي الاعلى يعني حاله ديسبايوزس، هنعكس كل اللي قلناه ده، يعني هتزيد الجات بيرميابيليتي، هتزيد التوكسين والسبسس، هيزيد الانفلاميشن، هتزيد الانسولين ريزيستنس، وكل ده هيأثر بالسلب على الصحه العامه. ايه الحاجات اللي تخلي الجات مايكروبيوتا في اتجاه البنفيشال افكت اللي هو السيمبايوزس، وايه الحاجات اللي تخليها في اتجاه الديسبايوزس او الاتجاهات الضاره؟ اول حاجه الدايت، الاكل بتاعك واللايف ستايل، البروبيوتكس، كل ما انت بتاكل اكل مفيد، اكل مليان فايبرز الياف، اكل فيه فيتامينز كتير، ده هيدي اتجاه ان البكتيريا بتاعتك تعيش في حاله سيمبايوزس.
لكن بقى بتاكله خلاص بقى اي هاي فات دايت، الاكل اللي هو اكل خاصة الاكل اللي هو الفاست فود الجانك فود من الاخر، يعني اللايف ستايل بتاعك مش كويس، ما بتعملش رياضة، بتسوء استخدام الانتبيوتكس، دي كلها حاجات بتخلي الجات مايكروبيوتا في حالة ديسبيوزس وتؤدي الى الامراض. كل دي امراض اسوشيتد وذ جات مايكروبيوتا امبالانس ديسبيوزس، يعني لان الجات مايكروبيوتا لما يكون فيها ديسبيوزس ممكن تؤدي الى اوبستي، السمنه، سكر، انفلاميشن، سيبتيسيميا، ميتابوليك سيندروم، روماتويد ارثرايتس، ازمه، بعض امراض الكارديو فاسكولار، بعض امراض الليفر، الضغط، بعض امراض في القولون، الدايريه، انفلاماتوري باول ديسيز، كرونز ديسيز، كل دي امراض ممكن تشارك فيها الجات مايكروبيوتا لو هي في حاله ديسبيوزس. احنا بقى هاو وي ريستور اولتر ذا جات مايكروبيوتا، ازاي من الاخر كده نزود نسبه الجود بكتيريا عن الباد بكتيريا. لازم هنا بقى نتكلم عن حاجتين مهمين اللي هم هيزودوا الجود بكتيريا، حاجه اسمها بروبيوتكس وحاجه اسمها بري بيوتكس، والتعريفات بتاعتهم مهمه جدا وموضوع سؤال في الامتحان. ايه معنى بروبيوتيك؟ دول ليف مايكرو اورجانيزم which when administered in adequate amount confer a health benefit on the host، يعني دي عبارة عن ميكروبات لو انت اخدتها بكميات مناسبة هتؤثر عليك بالايجاب، على صحتك بالايجاب. البريبيوتكس دول نون دايجستبل سابستنس، مواد نون دايجستبل بتؤدي الى بينيفيشال فيسيولوجيكال افكت فور ذا هوست باي سيلكتيفلي ستيمولييتنج ذا فيفربل جروث اور اكتيفيتي اوف ا ليميتد نمبر اوف انديجينس بكتيريا، يعني الحاجات اللي ممكن تاكلها اللي هي تحسن كفاءة الجات بكتيريا، زي طبعا الفواكه، الجارليك، الاونيونز، حاجات كتيرة جدا، اللبن طبعا، الزبادي، الحاجات دي كلها ممكن تؤدي الى زيادة البكتيريا النافعة عن البكتيريا الضارة. لو جمعنا الاثنين دول مع بعض اللي هم البروبيوتكس والبريبيوتكس هنحصل على حاجة اسمها سينبيوتكس. البروبيوتكس بقى والبريبيوتكس الموجودين دول ممكن يساعدونا في ايه؟ البروبيوتكس زي ما اتفقنا دول عباره عن ليفنج اورجانيزم بروفايد بنفيت تو ذا هيومن هيلث، موجودين في الناتشرال برودكت زي اليوجرت والبيلز والفواكه والحاجات دي كلها. امبروف انتستاينال بارير فانكشن، بتعملوا موديوليشن للسيجنال ترانسدكشن، بيعملوا سبريشن للانفلاماتوري فاكتورز باي امبروفنج ذا انيت اند ادابتيف اميونيتي، بيعملوا موديوليشن للبرين فانكشن وبيحسنوا حالات الاكتئاب والتوتر. البريبيوتكس نفس الكلام طبعا لانهم بيحسنوا اصلا او بيزودوا نسبه البينيفيشال جات مايكروبيوم. ايه الفود اللي هو كونتين بروبيوتكس؟ اشهر حاجه طبعا وارخص حاجه موجوده هي الزبادي واللبن، الحاجات دي كلها تعتبر مليانه بروبيوتكس. دي اكزامبلز على البروبيوتك سبلمنتس، او دول اشهر سبعه بروبيوتكس موجودين في الصيدليه. اشهر البكتيريا موجوده جواهم طبعا هم اللاكتوباسيلس والبيفيدوبكتيريا، دي الاشهر بكتيريا موجوده في اي سبلمنت موجود في الصيدليه. الحاجه الجديده والغريبه شويه بقى اللي هي بوب ان ابل، دي مش جوك ولا حاجه، بيقول لك ان دلوقتي في عمليات اللي هي نقل الستول او نقل الستول ترانسبلانتيشن، لو ان في بكتيريا اسمها كلوستريديوم ديفيسيل دي بتعمل بعض الامراض انفلاميشن في الجي اي تي وبتعمل جاسترايتس، ممكن تعمل سودوم برينس كولايتس، وبيعاني منها نسبه كبيره جدا. لو ان احنا ممكن لو نقلنا الستول من شخص هيلثي لشخص مريض بالبكتيريا دي ممكن يحصل له امبروفمنت. عملوا اول تجربه موضوع الستول ترانسبلانتيشن في جامعه هارفارد وام اي تي، لقوا ان 14 شخص من 20 حصل لهم امبروفمنت بموضوع الستول ترانسبلانتيشن. في التجربة الثانية لقوا ان 4 من 6 حصلهم امبروفمنت، معناه نسبة 90% سكسس. يبقى بوب ان ابيلا ده ريفيل لحاجة اسمها الستول ترانسبلانتيشن في علاج حالات الكوليستريديوم ديفيسيل جاسترينترايتس. جات مايكروبيوتا اند اوبستي، هل الجات مايكروبيوتا بتلعب دور في السمنة ولا لا؟ لو او في دراسة اتنشرت مؤخرا في نيتشر بتقول ان الهيومن
gut microbiomes are associated with obesity. ازاي الكلام ده؟ الدراسة بتقول ان الجات مايكروبيوتا composition is different in healthy patients than it's in obese patient. يعني لقوا ان الجات مايكروبيوم مكونات مختلفة في الناس اللي هم healthy عن الناس اللي هم عندهم سمنة. ان الاوبيز والاوفرويت persons have higher number of firmicutes. في مجموعة من البكتيريا اسمها firmicutes مسؤولة عن السمنة او بنسميها referral الفات. اما البكتيريوديتس بكتيريوديتس دي مسؤولة عن اللي الشخص بقى ايه هيلثي او شخص رفيع يعني مش اوبيز. فاحنا بنفتكر ان الفيرميكيوتس دي ريفير للفاتي بيرسون، البكتيريوديتس ريفير للبوني او الشخص اللي هو ايه نوت فات او ما عندوش سمنة. ده عنوان الدراسة اللي بتقول ان اوبيستي اسوشيتد جات مايكروبيوم ويز انكريزد كاباسيتي فور انرجي هارفست. بيقول ان في بعض الجات مايكروبيوم اللي موجود في الناس اللي عندهم سمنه بيقدر يستخلص طاقه من اي كميه من الاكل بتاكلها. عرفوا ازاي الكلام ده؟ لقوا ان الجيرم فري مايس ار بروتكتد اجينست اوبست. يعني لو في مايس فلان جبناهم ما عندهمش بكتيريا موجوده في الجي اي تي مش بيحصل لهم اوبست. لما نقلل لهم بقى جات بكتيريا من اوبيس انيمال اللي حصل زياده في الوزن بتاع الفيران دي وزياده برضه في الانسولين ريزيستنس. ايه اللي بيحصل او ازاي الجات مايكروبيوتا بتلعب دور في الاوبستي؟ لو ان الانفيدوال اللي فيد ويز هاي فات دايت بيحصل التريشن للجات مايكروبيوم بيزود الفيرميكيوتس، افتكروا الفيرميكيوتس ريتد للفات بتعمل سمنه، وبيقلل البكتيريوديتس ليدنج تو اول حاجه نقص في حاجه اسمها الفاستنج انديوزد اديبوز فاكتور اكسبريشن. ده بيزود اللايبوبروتين لايباز اكتيفيتي بيؤدي الى فات ستورج واوبستي. برضو لما يحصل زياده في الفيرميكيوتس ونقص في البكتيريوديتس بيحصل نقص في الشورت تشين فاتي اسيدز، ده بيزود اللايبوجينيسيس وزياده في الفات ستورج وبرضو يؤدي الى اوبستي او السمنه. بيزود الجات بيرميابيليتي، بيزود اللايبوليساكرايد، بيزود البرو انفلاماتوري سايتوكاينز يؤدي الى كرونيك انفلاميشن اوبستي، وبرضو بيزود الانسولين ريزيستنس. يبقى دول أربعة ميكانيزم بيقولوا إزاي لو حصل التريشن للجات مايكروبيوتا بيؤدي إلى أوبستي. تاني لما يحصل التريشن للجات مايكروبيوتا ده بيزود نسبة البكتيريا اللي هي الفيرميكيوتس المسؤولة عن الفات ديبوزيشن وبيقلل البكتيريوديتس، بيؤدي إلى كل الميكانيزمز دي. إيه أهمية البريبيوتكس والبروبيوتكس في الأوبستي؟ حضرتك لما تاخد بريبيوتكس أو بروبيوتكس ده بيزود الشورت تشين فاتي اسيد، بيقلل الاف اي اي اف فاكتور، بيقلل الجات بيرميابيليتي، ده كله بيؤدي الى زياده الاحساس بالشبع ونقص استهلاك الطاقه ونقص في البادي ويت. يبقى البريبيوتكس والبروبيوتكس مهمين جدا عكس الديسبايوزس اللي حصل في الجات مايكروبيوتا. مين بقى الشورت تشين فاتي اسيدز اللي اتكرروا كتير في السلايدز اللي فاتت؟ الشورت تشين فاتي اسيدز زي الاسيتات والبيوتريت والبروبيونات دول بيطلعوا بكميه كبيره جدا لما الجت بكتيريا بتتغذى على اكل فيه فايبر، من الاخر بريبيوتكس. يعني الشورت تشين فاتي اسيد دول ايه فائدتهم؟ الشورت تشين فاتي اسيد بيعملوا امبروفمنت للترانزيت اوف ماتيريال ثرو ذا لارج انتستين، بيمثلوا 10% اوف يور ديلي كالوريز ريكويرمنت، important للدايجستيف هيلث لان هم بيحسنوا الانرجي اللي داخله للسيلز بتاعت الكولون، بيعملوا سترينثن للجات بارير، بريفنت الاوبستي والكولون كانسر وبيقللوا الكوليسترول ليفل، بيساعدوا كمان الجسم ان هو فايت الهارمفول بكتيريا. اتمنى ان محاضره النهارده تكون كانت مفيده ليكم. شكرا.